كرومبو كرومبو ما عجبتش كرومبو 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 ما عجبتش كرومبو. ده حاجة عندي في الدنيا يدفخ من النعاس وتلقى الماء مقطوع في العمارة كلها، واللي زاد كملها تلقى شي حد خدا ليك الجورنال ديالك من قدام باب الشقة، وضروري ما غادي يكون غير شي حد من جيراني اللي ساكنين معايا في نفس الطبقة. ومن اللي سولتهم على الجورنال الأستاذ كمال قال أنا بعدا كنت ناس وفيقتيني وما عارف حتى شي حاجة على الجورنال. والأستاذ سعيد قال أنا فقت من النعاس، خديت واحد الدوش سخون ويلا خرج دابا من الحمام. والأستاذ رضوان قال نعم أنا ما كان قرأ الجورنال قاع، ما كان حملوش. إلا أنت عرفت شكون اللي خدا الجورنال اتصل وقولينا شكون هو. واحد واش كمال، زوج واش سعيد، ثلاثة واش رضوان. ارسل الجواب الصحيح على الاس ام اس 9093 او اتصل بالهاتف الثابت 08 90 60 33 99 او بورتابل 40 43 وتربح 5000 درهم كل اسبوع. وما تنساوش المفاجأة الكبرى، سيارة فاخرة للفوز. وموعدنا في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كرومبو.